في الحقيقة هيئة الأرصاد الجوية بتتوقع أن النهاردة لسه هيكون في ارتفاع مستمر في درجات الحرارة. الطقس هيكون شديد الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مائل للحرارة على السواحل الغربية وحار على السواحل الشرقية. بالليل بطبيعة الحال الجو هيكون معتدل على شمال البلاد ومائل للحرارة على جنوب البلاد. خلينا نعرف التفاصيل عن الجو النهاردة وعن هذه الموجة الحارة وبصحبتنا الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور، وخلينا نطمن السادة المشاهدين، إلى متى ستستمر هذه الموجة الحارة؟ صباح الخير على حضرتك أستاذ مصطفى وعلى كل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. بالفعل يمكن زي ما بنشير دايما أن الموجة آخرها هذا الأسبوع أو نهاية هذا الأسبوع، وبالتالي نقدر نطمن السادة المشاهدين أن اليوم الخميس يعتبر آخر هذه الموجة شديدة الحرارة الطويلة في عدد أيامها اللي تقريبا بدأت بارتفاع تدريجي من يوم الخميس الماضي. اليوم زي ما حضرتك أشرت في البداية بيستمر معانا الطقس شديد الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية، بداية من محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى محافظات جنوب الصعيد، محافظات الساحل الشمالي الشرقي زي بورسعيد وشمال سيناء وكل هذه المناطق هتكون عليها أجواء حارة يعني اقل قليلا من اللي على السواحل، من اللي على المحافظات القاهره والمحافظات الداخليه، لكن محافظات الساحل الشمالي الغربي هتبدا تنخفض عليها درجات الحراره نسبيا. يمكن بدايه انخفاض درجات الحراره اليوم نسبيا على اقصى شمال غرب مصر عند مطروح والسلوم وكل المناطق دي بيكون هو ده الشيء المبشر ان الكتل الهوائيه اللي هتاثر عليهم النهارده وهتبدا تخفض درجات حرارتهم قليلا، الكتل دي هي اللي هتؤدي ان شاء الله بدايه من الغد الى انتصار لهذه الموجه وانخفاض في درجات الحراره بدايه من الغد الجمعه ان شاء الله. نقدر نقول انه على مدار الجمعه والسبت بنتوقع انخفاض مؤقت في درجات الحراره على اغلب شمال الجمهوريه حتى القاهرة الكبرى، يصل هذا الانخفاض أيضا حتى شمال الصعيد. اليوم وإن كنا هنسجل درجات حرارة عالية بتصل ل39 خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى وبتصل ذروتها على محافظات جنوب الصعيد اللي هتسجل اليوم 44 درجة مئوية خلال ساعات النهار، لكن بمجرد دخول ساعات المساء وبداية أو بداية الأولى للساعات الأولى اليوم الغد وهو الجمعة إن شاء الله هتبدأ الكتل الهوائية الشمالية القادمة من البحر المتوسط اللي بيرافقها منخفض جوي أو بنسميه حوض علوي بارد على البحر المتوسط في طبقات الجو العليا، هتبدأ الكتل دي منذ الساعات الأولى ليوم الجمعة إن شاء الله تأثر على المناطق الداخلية من الجمهورية حتى تصل إلى محافظات القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد، وبالتالي بداية من بكرة متوقع درجات الحرارة على القاهرة في حدود 34 درجة مئوية بعد ما هتسجل اليوم ما بين 38 ل 39، ده بالنسبة للقاهرة الكبرى. وعلى مدار السبت والحد هتكون العظمى على القاهرة في حدود 34 درجة مئوية، السواحل الشمالية طبعا هتبدأ تقل درجات حرارتها عن 30 درجة بعد ما كانت بتسجل على طول هذه الموجة درجات حرارة يمكن أعلى من 35 درجة مئوية. أيضا محافظات شمال الصعيد هتشهد نصيب كبير من الانخفاض ده، هتكون عليها العظمى على مدار الجمعة والسبت ما بين 36 إلى 34 درجة مئوية. يمكن كمان بدخول يوم السبت الكتل الشمالية المعتدلة دي أو لدرجات حرارتها أقل هتتعمق أكثر حتى تصل إلى بعض محافظات جنوب الصعيد، مش هيكون عليه جنوب الصعيد انخفاض كبير، لكن جنوب الصعيد يوم السبت متوقع العظمى عليه تصل إلى 39 درجة مئوية. طبعا انخفاض درجات الحرارة بالشكل ده خلال ساعات النهار بالتأكيد هيأثر على درجات الحرارة اللي بيتم تسجيلها خلال ساعات الليل، هنبدأ خلال ساعات الليل تعود درجات الحرارة الصغرى على القاهرة في حدود 21 ل 22 درجة وأقل من 20 درجة بالنسبة للسواحل الشمالية. أيضا اليوم تحديدا بنشهد بعض نشاط نسبي للرياح على العديد من مناطق الجمهورية، مش نشاط قوي لكنه بالتأكيد نشاط نسبي سرعاته من حدود 35 إلى 30 كيلومتر على الساعة. صحيح. يمكن في البداية أشرت مع حضرتك أن الانخفاض المتوقع يوم الجمعة ده هو انخفاض مؤقت على مدار الجمعة والسبت، وبالفعل ده بيثير شكوك عند الناس وتساؤلات كتير، هل ده معناه من يوم الحد
هتبدا الحراره تعود مره اخرى للارتفاع. صحيح بالتاكيد، لكن في النقطه دي حابين نطمن الناس انه من يوم الاحد بالفعل في بدايه ارتفاع تدريجي في درجات الحراره، لكنه ايضا هيكون ارتفاع مؤقت في درجات الحراره وهيكون على مدار الاحد والاثنين. الاحد مش هيكون ارتفاع كبير، هو بدايه ارتفاع تدريجي، لكن يوم الاثنين بالفعل متوقع ان تصل العظمى على القاهره في حدود 38 درجه مئويه، لكن الشيء المطمئن في الموضوع انه ان شاء الله ارتفاع مؤقت، مش هيكون زي الموجه اللي بنشهدها من حوالي اسبوع، وزي ما قلنا هتصل معها العظمى يوم الاثنين او متوقع انها تصل ل 38 درجه مئويه، ومن يوم الثلاث هتعود مره اخرى درجات الحراره الى معدلاتها الطبيعيه. عاوزين بس نشير نقطة إن لما بنقول هتنخفض درجات الحرارة أو تعود إلى معدلاتها الطبيعية، ده مش معناه إننا هنعود إلى الأجواء الربيعية اللطيفة اللي كنا بنشهدها قبل كنا في الموجة دي، لا، المعدلات الطبيعية في حدود ال 33 ل 34 بالنسبة للقاهرة الكبرى، وده بالفعل بيكون هو الطقس الطبيعي الربيعي خلال هذا الوقت الحار خلال ساعات النهار والمعتدل أو اللطيف من حيث درجات الحرارة خلال ساعات الليل. طب هو كده الربيع لن ياتي يا دكتور؟ لا بالفعل، احنا يمكن شهدنا على مدار الاسابيع الماضيه بشكل كبير اعتدال كبير في درجات الحراره، اجواء ربيعيه شهدناها يمكن مباشره قبل دخولنا في الموجه دي كنا بس ايام درجات. يعني ممكن نلحظها ان هي ساعات، لكن فصل الربيع كفصل كامل من فصول السنه، يعني الم ياتي الصيف بشكل مبكر شويه، وان فصل الربيع مش زي السنوات الماضية يا دكتور؟ بوجه عام فصل الربيع معروف بتقلباته بشكل كبير جدا، النصف الثاني منه تحديدا بيبدأ يأهلنا بشكل تدريجي لدخولنا في فصل الصيف، يأهلنا بشكل تدريجي لارتفاع درجات الحرارة. عايز أقول لحضرتك إن في بعض السنوات بنسجل درجات حرارة في بعض الموجات شديدة الحرارة الربيعية بنصل فيها درجات حرارة مش بنصل ليها في فصل الصيف، لكن طبعا ما اختلاف عامل مهم جدا وهو عامل الرطوبه، الرطوبه في فصل الربيع ضعيفه جدا مقارنه بالرطوبه اللي بتكون موجوده في فصل الصيف، فصل الربيع بنتعرض فيه او في المعتاد بنتعرض فيه لبعض الموجات شديده الحراره بتصل فيها درجات الحراره الى قيم عاليه جدا، لكن بالنسبه تقييم فصل الربيع بشكل كامل هل هو هذا العام كان اعلى من المعدلات او اقل من المعدلات بشكل اجمالي؟ ده مش بيتم غير بالفعل بعد نهاية أشهر فصل الربيع بشكل كامل، بيتم عمل الدراسات اللازمة عندنا داخل هيئة الأرصاد الجوية للوقوف على تقييم هذا الشهر من حيث معدلات تساقط الأمطار. يمكن بالفعل المفترض أن نشهد أمطار في الشهور الأولى من فصل الأمطار الربيعية المعروفة بالضبط الخفيفة، بالتأكيد كل ده بيتم تقييمه بعد مع كل فصول العام سواء صيف أو ربيع أو حتى الخريف. لكن هل هناك ظواهر جوية نتوقعها أو نتوقع حدوثها في نهاية الأسبوع اللي هو هنقول فيه يعني انخفاض مؤقت في درجات الحرارة، غير إن في يعني منخفض جوي يمكن هيدي نسمات لطيفة شوية على معظم محافظات الجمهورية؟ بالنسبة للظواهر المتوقعة معانا الفترة دي طبعا بسبب تداخل وتتابع الكتل الهوائية المختلفة، بالتأكيد ده بيؤدي لبعض نشاط الرياح على العديد من مناطق الجمهورية، وبالتالي ممكن مع انخفاض درجات الحرارة المتوقع الغد بالفعل هنلاقي نشاط للرياح على أغلب مناطق الجمهورية، لكنه مش نشاط قوي زي ما قلنا، النشاط بيكون ما بين 30 إلى 35 كيلومتر على الساعة. مع انخفاض درجات الحرارة مع ظهور بعض السحب في سماء بعض المحافظات الشمالية، كل ده هيكون مؤشر جيد طبعا على تلطيف الأجواء خاصة خلال ساعات الليل، ودرجات الحرارة اللي هتبدأ تنخفض نسبيا خلال ساعات الليل مع نشاط نسبي للرياح، كل دي هي هتكون أجواء لطيفة بشكل كبير، لكن هي ظواهر كأمطار أو شبورة، حتى نسب الشبورة خلال الفترة دي ضعيفة جدا، وبالتالي غير متوقع أن نتعرض لظهور الشبورة المائية خلال ساعات النهار. وبالنسبة للأجواء الأسبوع القادم، هل متوقع أيضا ممكن نقول بعض الظواهر الجوية اللي ممكن ننصح يعني بعض السادة المشاهدين أو بعض الناس اللي بيعاني من مرضى الحساسية أن هم يتجنبوها؟ هو الشيء الأهم طبعا اللي لازم نوجه المواطنين ليه خلال الفترة دي، طبعا كلنا شايفين مدى التقلب والتغير الكبير
الحالة الجوية على مدار حتى اليوم الواحد أو على مدار الأيام القليلة، وبالتالي لابد من متابعة الحالة الجوية بصورة يومية للوقوف على درجات الحرارة أو الحالة الجوية المتوقعة غدا، اللي بناء عليها ببدأ أحدد نشاطاتي. الفترة اللي فاتت كان في ارتفاع كبير في درجات الحرارة، كان في إثارة لبعض الرمال والأتربة على المحافظات الجنوبية زي شمال وجنوب الصعيد جنوب سيناء. بالفعل كان لازم متابعة النشرات والتحذيرات الجوية بصورة يومية، دي أول نصيحة بنوجهها للمواطنين. أيوة. بالنسبة لنشاط الرياح المتوقع بداية من الجمعة مع هذا الانخفاض، هو زي ما قلنا نشاط نسبي، إن حدث معاه بعض الإثارة للرمال والأتربة الخفيفة جدا، ده بيكون مش رمال وأتربة منقولة من الصحراء، لكنه بيكون طبقا أو تبعا لنشاط الرياح الموجود في المكان نفسه. صحيح، جزيل الشكر ليك يا دكتور على كل هذه الإيضاحات. الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لحضرتك. خلينا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة اليوم. خلينا نبص للقاهرة، العظمى فيها هتبلغ 39 درجة، أما الصغرى 24. في العاصمة الإدارية العظمى هتبلغ 40 درجة، أما الصغرى 23. الأسكندرية العظمى 28 والصغرى 21. في العالمين الجديدة هنشهد انخفاض يعني بشكل ملحوظ، 26 والصغرى 20. مطروح أيضا نفس الانخفاض 26-19. دمياط نفس المنطقة أيضا، هي في المنطقة الشمالية 32-22. بورسعيد 32-24. الإسماعيلية 40-21. أما في السويس العظمى فيها هتبلغ 39 درجة والصغرى 22. في العريش العظمى هتبلغ فيها 33 درجة والصغرى 20. كاترين 32 والصغرى 15. طابة العظمى فيها 35 درجة، أما الصغرى فستسجل 26. حلايب 34 درجة والصغرى 28. شلاتين درجة الحرارة العظمى فيها 42 درجة، أما الصغرى فهتسجل 28. شرم الشيخ 41 درجة، أما الصغرى 28. في الغردقة 42 درجة والصغرى 29. لو نظرنا للفيوم هلاقي نفس الارتفاع النهاردة، هيكون في الفيوم العظمى ستسجل درجات الحرارة 40 درجة، أما الصغرى 24. بني سويف 41 درجة والصغرى 24. الوادي الجديد ستسجل 26 درجة والصغرى هتكون فيها 26. ربما الوادي الجديد هي من أبرز وأكبر المحافظات في ارتفاع درجات الحرارة. أسيوط 42 درجة والصغرى 26. سوهاج 43 درجة الصغرى 27. قنا 45 درجة الصغرى 29. الأقصر 45 درجة والصغرى 28. أما محافظة أسوان فالعظمى ستسجل فيها 45 درجة، أما الصغرى ستسجل 29.